حاج محمد من محافظه دمياط. اتفضل يا حاج محمد. يا حاج محمد. ايوه. ازاي حضرتك؟ اتفضل. الحمد لله. اتفضل يا حاج محمد. بالنسبه للمشروع بتبدا. ايوه. لمده سنه ولا لمده 6 شهور؟ سنه. القرض. سنه. لو 6 شهور الفايده بدل ما هي 5% هتبقى 2.5%. اما لمده سنه ب 5% يعني. هي فايده متناقصه. قدمت عليه ولا لا؟ قدمت على المشروع ده على القرض؟ لسه انا باخد بستفسر بس عشان نقدم عليه. يا حاج محمد روح واستفسر منهم واسالهم، ولو قالوا لك حاجه ما عايز مساعدتنا فيها هكلمنا، انما ما تسالش وانت قاعد، روح لهم، روح لاداره الانتاج الحيواني. تمام؟ ماشي حاضر. اشتغل. بشكرك يا حاج محمد. الناس عايزه تعرف الضوابط والشروط، وده من حقها، وفي استفسار ده من حقك ان انت تسال مره واثنين، والبنك عايز يضمن حقه وبنقول له ماشي تضمن حقك، بس خلي بالك ان ده مشروع قومي. خلي بالك ان الهدف من المشروع ده مش تحقيق ارباح، بالعكس هو الهدف منه النهوض بالثروه الحيوانيه. الهدف من مشروع البتلو ان انا احقق وفره في الانتاج، يا اما تثبت السعر في مرحله تبدا بان السعر يقل، وممكن ناس كتير جدا وهي بتسمعني بتقول لي سعر يقل يقل، هو في حاجه في مصر بعد ما بتغلى بترخص؟ في، بس لازم يبقى اقتصادنا قوي، والاقتصاد القوي لازم يكون فيه انتاج وفيه شغل.